التواصل يستمر مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام، والتحية متجددة بحضراتكم من جديد. يسير شوطنا 14 في تعداد أشواط صباحي هذا اليوم الخاص بمنافسة الجعدان. شوطنا 14 نسير إلى البداية ونتابع المقدمة والمركز الأول، وهذا هو سياف لجابر بن حمود بن محمد العصيمي يحتل المقدمة والبداية، بينما النقلة إلى المركز الثاني. أشوف الوصول، أشوف الانطلاق من قبل سياف لحمد بن عبيد بن شلبوت الخيلي. أما في المركز الثالث، في المركز الثالث شديد لعلي بسليمي بن سالم العمري يحتل المركز الثالث، بينما في المركز الرابع اشوف شعار نادر المغمرين على ظهر مسبار سهيل بن عبيد بن يميع السبوسي، بينما في المركز الخامس من الجانب الاخر ها هو يتقدم الان، ياتي في هذه الاندفاع المثير شاهين. ام هنا يتقدم متابعينا الكرام اللي هو النداوي جمعه بن حميد بن عمهي المنصوري، بينما نتابع المركز السادس من الجانب الاخر. في المركز السادس هناك يتقدم في هذه الاندفاعة المثيرة والجميلة، ياتي مشاهدين الاعزاء حامل رقم 34، ياتي مشاكل عبد الله بن سالم بن محمد الجنيبي، بينما نشوف هنا الوصول في هذه الانطلاقة. هذا اللطام من هيان بن خالد بن مسلم العامري يحتل المركز السابع. المركز الثامن اشوف شعار دكتور الاصايل يتقدم ليقدم لنا الطليلي علي بن سعيد بن علي بن محمد بن رشيد. المركز التاسع، المركز التاسع ياتي هنا شاهين مسلم بن سالم بن ثعلوب الدرعي، وعاشرا يتقدم فيه هذا هو صبر مطر بن سعيد بن حلوه الاكتبي، ياتي على مستوى المركز العاشر. وهكذا هي نتيجتنا وندائنا للعشر المراكز الاولى المذاعه التي تسير في ناموس هذا الشوط، وعودة من جديد إلى المقدمة، عودة إلى المركز الأول، إلى البداية الأولى، إلى التحديات. واللي غير على المقدمة، اللي غير هذا الطام نهيان بن خالد بن مسلم العامري في مقدمة الشوط في البداية الأولى، بينما في المركز الثاني سياف لجابر بن حمود بن محمد العصيمي المركز الثالث. المركز الثالث اللي تقدم الآن اللي واصل، يا سلام، هذا حامل رقم 14 ام 40 ما عرفنا والله، هذا اللي قادم الذيعه رقم 14، هذا الطياري عبد الله بن خليفه بن علي الرز الشامسي يتقدم الان على مستوى المركز الثالث. المركز الرابع اللي قادم هذا هو شاهين مسلم بن سالم بن ثعلوب الدرعي، وبالطير واصل، بالطير قادم في هذه المنافسه، يقدم مشاهدين الاعزاء مخلاب عبد الله بالطير بن سهيل العامري. لكن عوده إلى الصراع، عودة إلى المنافسة، عودة إلى النزاع في الصدارة، في المقدمة، في البداية الأولى. هذا هو مشاهدينا الأعزاء الطام، للطام اللي على المقدمة، للطام اللي على المركز الأول. روح يا نهيان يا بن خالد يا بن مسلم يا العامري، روح إلى الفوز. ما شاء الله ما شاء الله على للطام، وأداء للطام، وشكل للطام اللي على البداية الأولى، اللي على المركز الأول. سلام إلى هال العين، تحية لهالي زاخر، سلام سلام إلى هالي بوابة 11 ميدان الساد، يستاهلون هذا الفوز وهذا الانتصار. وهذا هو مشاهدين الأعزاء بن متعب اللي يتابعه، اللي يضمره بالفعل. سلام ميدان الساد، سلام بوابة 11 على هذا الفوز والانتصار اللي حققه للطام من هيام خالد بن مسلم العامري. مشكور يا متعب على هذا الفوز والانتصار، بينما وصل في المركز الثاني اللي هو مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام مخلاب عبد الله بطير بن سهيل العامري. المركز الثالث وصل في مشاهدينا الاعزاء لشاهين لمسلم بن سالم بن ثعلوب الدرعي. هكذا مشاهدينا الاعزاء النتيجه للثلاث المراكز الاولى، ونعود بالثانيه والناموس الى مالك ايضا
اللي هو مشاهدينا الاعزاء للطام اللي انتزع ناموس هذا الشوط اللي اهدى هذا الفوز لنهيان بن خالد بن مسلم العامري. سلام الى اهالي الساد وتهانينا لمتعب بن حمد بن متعب العامري اللي ضمره ويتابعه اللي خطف ناموس هذا الشوط بتوقيت زمني مقداره 4 دقائق 32 ثانيه. تهانينا للجميع.